من ابو ظبي. ويلكم تو باك، خلينا نفاجئكم. احساسي لا يوصف. لوين راح داي 3 ان باكو؟ من تخطيط اليوتيوب انه نصور ريلز كتير، هاي بالت الريلز اللي بتشوفوها على انستغرام، فاعملوا فولو لانستغرام فراس كزمة اللي حتشوفوها هلا على الشاشه. يلا هلا حنكون بالسيتي ومبلشين بشو؟ بالعصير ستروبري باشن ليمونيد. بس شو حلو الاجواء، الاجواء اللي بتعقد مان. اول دونر بقلب بقى. شفت الستايل، الريحه قويه مان. ثانك يو براذر، قويه. طيب شف لي القعدة على الطريق قديه حلو الستريت فود هون. طلع لي هيك لحمجون، حنجيب لحمجون بعدين. الاشياء اللي عم نجربها وندوقها من الشارع بقلب الشارع لتمي. شوف لي هاي، شوف لي اللحمة حجون. بنتك مخيفة مخيفة. شوف 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 التحميصة، شوف جوا برو. فراس شو عم تاكل برو؟ البداي. شوف لي فيها تشيكن، جرين بيبر، ريد بيبر، تشيز. قال لي خليك خمس دقايق رايح جيب لك شي وجاي. What did you get me, man? This is the toast. We call it. It's the bread. Inside the bread, the cheese, meat, chicken meat, or... Oh. القرشة مخيفة. I saw a lot of people on the street having this. شو بدك تاخذ فراس؟ دبل ترابل. فرجينا شو فيها. تو سلايسز اوف مين، اربعه تشيز مع كاتشب وبيكل. ذاتس ات. اونيون، تشيز، الكاتشب، رو اونيون، بيكل. اوي دبل باتي. البان متعقد، البان متعقد. هناكل هاي. صرنا 40 دقيقة عم نمشي، فقمنا قررنا خلص ما بقى فينا في طلعة قوية ناخد تاكسي. قمنا أخذنا تاكسي، عم انفخت الدولاب. تاكسي الوحيد الوحيد. اوه واتش اوت مان، تشيك. اوه معقول في حظ بعد أكثر من هيك؟ شو بدنا ناكل؟ حنجرب بس من الريحة ومن الجريل ومن الطريقة. salt and pepper and that's it. رجع إذا هيك مبلشين نحن. شو أنا شو بعمل؟ order another one. Of course, thank you. قوية ها؟ قوية. جبنة الجوش صراحة بتجنن. برو هذه البداية بس. بين اللب. يا خيي سوري أنا بعتذر منكم، حياكل من هون. هيدي شو اسمها تقول تشيري؟ الطعمة مش طبيعية مخيفة. اوه زايري ورات حركات. خليكم معنا يا جماعة، خليكم. يا ويلي يا ويلي سلخنا روح. يا ويلي يا ويلي روح من رائع. كلنا اللي بيعملوا نفس الصوت مع نفس الشيء.
This is what you call it? Yeah. What's the name of the burger? Isaac Burger. Isaac Burger يا جماعة. هيدا الإيساك برجر. Juicy burger. Super juicy طلعوا لي. طلعوا. Super juicy. وينه؟ هيدا برجر. شوفوا لي التحلية. أوبا. واجه النار قوي. يا يوم الرابع مثل ما انكم شايفين وبلشنا بقوة. ليش بلشنا بقوة؟ فايتين على الأولد سيتي تبع باكو. عندك أنك وروح هيدي الأولد سيتي. بس الموضوع وين هو؟ هون. تعب فيك تحط فيها أشياء، بتشيل منها أشياء. أنا لبسها كل نهار ورايح. شو رأيكم؟ بشرفكم. شو رأيكم؟ We call it papacha. 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 For the winter it helps. For the winter. حضركم معي شوفوا نحن وين. بالمدينة القديمة Old City of Baku. Old City of Baku نحن عم نحكي عن مئات السنين لورا. تركيب ستراكشر مثل ما هو، شوارع صغيرة ضيقة، ما بتعرفوا كيف رايحين، بتروحوا شمال بتروحوا يمين. شوفوا هون قد شراب من بعض. لا 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 اتمنى منظر. Oh my god. Oh my god. Check this out. Come come come. Oh لكن من جوا. شوف اللي جوا. يا جماعة سبسكرايب لايك جرس، عملوا شيء، تفاعلوا وحطوا لنا بالكومنتس، قولوا لنا بالكومنتس وين بدكم البلد الثاني نزورها، لأنه فيديوهاتنا أو اليوتيوب أو الانستغرام أو التيك توك مخيفين. What do you call it؟ تانتوني. طلعت اسمها تانتوني بين الأنتوني وبين الفانتوني. عبارة عن اللحمة مع حركات. هلا كله بيعمل حركات. كله بيعمل حركات. سكينة بتطلع سكينة بتنزل. في صوص لك الاويل، حاطط شي 3 لتر اويل بقلبها. بحبوها مدهني خي العرب. فكره جماعه، نحن بيورلي ستريت فود بقلب اذربيجان. بيورلي ستريت فود برو. شوف التغميز، 7000 كالوري بنص رغيف. اوسو يو تيك نصره صعبه. الكومبينيشن لحمه مع خضره مش بعيده عننا. بس وين الزيت اللي شوف لي هاي؟ شوفوا كيف يطلع عصار انتوني. شوفوا لي هاي روب يولي ستيك فود. شكلها رهيب صراحه. شكلها قوي. شكلها قوي كثير. الكومبينيشن كيف انعملت، اللحمه مع الخضره مع الزيت المغبسه، في اشياء دافعه عليها ما بعرف شو هي. كومبينيشن اوف فليفرز مخيفه. هي دسمه كثير بس كثير طيبه. يا جماعة هيدا لولا أكل ستريت فود أذربيجاني، عبارة عن كباب بحطوه بقلب مثل التورتيا، كبيس شوي خضرة بندورة وفي صوص بقلبه. جماعة سوبر جوسي تيستي. كفتة نية يا كبير. نية يا كبير. نية بأذربيجان. مان سبايسي كثير قوية. طبعا هاي كواليس تصوير الريلز اللي بتشوفوه على انستغرام عند بروفايل فراس. طلعوا الفن، طلعوا الابداع. جماعه هيدا سويت او ديزرت اذربيجاني تقليدي، فيها جوز ومجوز وسكر وهالاشياء بعجينه هيك مهضومه. سان سباسيال مشهور، الترند اللي اخذ العالم. بس اليوم نحن غيرنا المعادلة، عملناه بستروبري أذربيجان هوم ميد. شيف I'm serious this is good. وهلا شو الشوكليت، يعني دقنا الفريز وكانت مخيفة مخيفة. طعمي ما ضايقها بحياتي. واو 3500 كالوري. واو يا ويلي. لا الجيم قوي فيه الكم.
chocolate, you do it here? Oh my god, you gotta stand on it. I'm serious. This is super amazing taste. جماعة أنا بأذربيجان عم دوق سان سباستيان دقنيها بكتير محلات بالعالم هيدي الأطيب لليوم مش عم نزح شيف هير it's unbelievable فراس شو ايجن حتى بأذربيجان بباكو ليك ما هو بدك تجرب الكوزينز بس كده كيف قول لي كيف ممكن تعمل هذا الصحن من باكو أو من أذربيجان بس من هون لما تلاقي شبت على السوشي على فكرة الشبت قلت لكم إياها قبل وحارجع عيدا والله العظيم انه الشبك وين ما كان فتحتوا الحنفية بنزلكوا الشبك كوكو كولا فتحتوها بيطلعكم الشبك شي مش معقول يعني اذا لاحظتوا اللي صورناه بأذربيجان مختلف الكوزينز كان تركيزنا اكتر على الكوزين الأذربيجاني بس طبعا قطعنا شوية اشياء بس لنشوف هيك طعمات مختلفة وكيف بيعملوها شوفوا كيف الميزان لا بس هاي can I try عشق الجوز عندي عشق هيدا الأبيض والله really good هذا وهيدي كانت رحلتنا بباكو رحلة ممتعة رائعة جدا حلو فيها إنه عائلي لحالكم شباب طرقات بتعقد شعب راقي اماكن حلوه كتير الاكل شوي الاكل بدكم تتوقعوا انه مش الستاندرد اللي انتم معودين عليه هلا نحن معودين على ستاندرد معين بالامارات بدول تانية بس باكو ستاندرد شوي اوطى في اماكن طيبه جربناها في اماكن ما فينا ناكل فيها في اماكن صعبه جدا جربنا الاكل التقليدي جربنا الاكل الشعبي جربنا كتير شغلات وكمان رحنا على انترناشونال كوزينز بعض الكوزينز اللي رحنا لهم اكيد ما فيكم تاكلوا لانه الموضوع عن جد مخيف يعجبكم يمكن ما يعجبكم بس بقلكم وين بتحبوا تروح على اي دوله تانية شويه لايك شويه جرس معلش واكتبوا لنا بالكومنتس اي دوله لانه هذا كان اول يوتيوب انترناشونال يلا